هو ده ياسر ابن المرحوم المستشار رأفت المتولي؟ أكيد هو، بس ده شكله اتغير عن زمان. مصدق نفسي تقفل علينا باب واحد. انا كمان مبسوطه قوي قوي قوي. هتعمل كل اللي وعدتني بيه؟ عيب، انا اجدع واحد يقعد ويوفي. اتفضلي يا عروسه برجلك اليمين والنبي. كنت هتقطع الفستان يا حيوان. حيوان؟ قللت الادب عليا الطلعه. ما تقعدي على ذمتي دقيقه واحده. انت طالع يا جماعه، استهدوا بالله وخلوا على النبي. ليك في حالك يا ابني. انا ما ارجعش في كلمتي ابدا. كرهي يا اخويا. تعالي يا بيت. ولا ناشفه يا اخي. بس زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمكشوف، وكل واحد ياخد حقته. فين مفتاح الشقه يا ابن عمتي؟ مفتاح الشقه؟ المفتاح نسيته في الاوتيل. فين مفتاحك يا امك؟ ما جبتوش معايا، نسيته. فين سايب مفتاح الشقه لامك يا بتاع امك؟ اه بتاع امي اهو. انا بتاع امي يا اختي. ايوه يا اختي، هو بتاع امه. انت مالك؟ شفت؟ شفت اهم بانوه. بانوه يا اما. عمال فرحكم ان شاء الله، فرح اولادكم. الف سلامه. يلا بينا بقى نروح نطلع. ايه؟ لا احنا قدامنا شغل كتير. يلا بقى. طب استنى احط دي. احط دي يا روح. يا سلام، هي جت على دي. نهارنا رادي ان شاء الله. يلا. القمر اهو. شفتي بقى ميزه الواحد يعمل فرح بالنهار عشان ناخد اليوم من اوله؟ لا ما انا هنام. لا تنامي ايه يا عروسه، مفيش نوم طبعا. لا تنامي ايه بس. بقول لك انام كده. العفش اتصحر. ايه؟ استني، ده ما سابوش غير نجفه. يا نهار اسود. يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب. شاع عمري، شاع عمري راح. مين؟ يا جاسم. قشطة جوجل، العفش كله اتشوم في المخزن يا ابن عم. سيك يا غالي، انتوا خالصة بالصلصة. حاسب الرجالة. يا ابني ما انا عدم. عد الفلوس يا ابن عم، الايد غلطة خصوصا لما تبقى ايدك. والنعمة انا كنت عروسة قمر، لولاش القلم اللي نزل على وشي ده. ما انت كمان لسانك مبرق. الهي يا رب يا صابر يفتح لك كل البيبان المتقفلة في وشك وتبقى على وضعك كده. إلهي يا بعيدة تصحي من النوم تلاقي ربنا يبارك عليك كده. ياسر بس حضر. يبقى رسالي حضر. يا
يقعد يا ميسي يا جرح جون 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 شبيلا جون يا باشا الواد ميسي ده لعيب لا يا رجاله جوجل دي يا باشا جوجل ده عشان لما تيجي تخش على جوجل وتعمل كده على البريد يطلع لك الحل من غير هاري ولا لط شايف شايف الهبه دي مش جايب لها ميكرويف هديها بتغسل على ايديها طب اغسل البرنر تعبتك معايا بس عشان جو البوكس ده مانيش فيه عشان برستيج والله العظيم يا باشا كنت لسه بشكر فيه ايه ده فين العفش يا فين العفش يا فين طول ما انت بتتنطط زي سوسه البوليس كده مش هتطول مني حاجه طول ما في عفش مفيش عفش اهدى بس يا انت باشا اقعد اضرب بقى عايزني اساعدك طب اهو اهدى اهو يا انت باشا اهدى 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 بس اهدى تاني ده كان فاضل حيطان يا خادع فين الدعب يالا خد الباب كمان يا باشا الشقه كانت مكمكمه قلت اعمل لك طياره اه والله وحياه امك نظبطك يا ياسر باشا يا ياسر باشا اقعد وكل حاجه عورتني اهو عورني اهو يا عم اهدى بقى هعمل لكم انا جنايه انا جاي اتفاهم استغفر الله العظيم ماشي نقعد نتفاهم يلا وانا دمي في ايدك يا عم يا باشا اسمع كلام الباشا الصغير وبعدين لما يشوفك كده يعمل ايه واحنا بنقول يا هيكله يا باشا انت دارس في امريكا وعارف جوجل جوجل لخص وهات من الاخر ماشي يا باشا طب هنشاهد الباشا الصغير يا عم حط نفسك مكاني او مكانه او مكانك يديك يا باشا ياخد مراتي يلبسها قضيه شمال يلطها عشان ما عرفش يجندها يرضيك يا باشا يعني خدها من عندكم ملطوطه انت عبيط يالا تسرع عفش ولاد دخلتي يا باشا ما انا حكيتها معاك كتير وداج المراه واضع والعتاب صابون القلب وبعدين انا سامحتك 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 كتير وسكان اصاله حذرت انا بقى بكفرت على طول ولا هات من الاخر طلباتك ايه شريط اصاله كيف يا باشا جاهز يا هلا انا صاب عليك بالعافيه استنى هقول لك تفرج على الليله ناوي يعني الان افرج عن العفشه غير كده يا كبرنا هزعل واجيب ناس تزعل وحياة دم السخن ده اديك اللي بستها شفت رمي البلا سهل ازاي على فكره انا عارف انك تقدر تسجني بس عادي 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 قانون العقوبات في الماده 316 بينص على ان اللقطه اللي احنا فيها دي من 6 شهور ل7 سنين محامي ب 200 جنيه يجيب لي فيها 3 شهور 3 مانس اخش اركلس كده بقى سليبنج وانامهم اعتبرها خرجت ايه ده جوزها مجازي يعني مراتي خرجت مجازي اعتبرها خرجت مراتي خرجت مجازي طب يلا يا لولا خرجنا خلاص كفارة يا باشا انت كده شايفني خفيف يا مشمش الجيران اشتكوا وبعدين 100 مره قلت لك ان الميه في صابون بتاكل في المسلح والمسلح موحوح لوحده خليك في حالك يا اخويا ما حالي هو حالك يا بنت انت هتفضلي لابسه الوش الخشب ده لغايه امتى والنبي سيبيني في حالي يا شيماء يا بنت اتقمطتي من غلاين اعصاب ومش عارف على ايه ده صبر يتمنى لك الرضا ترضي ما ده اللي قاهرني
نفسي اخلف له حته عيله. احنا داخلين في سنتين جواز وست سنين خطوبه. كان زماننا جبنا اعمال وبذاكر له ماس يعني حسابي يعني. العيل جاي جاي يا لولا. ربك ما بيديش الحسابين، بيدي الموعدين. خلينا بقى من الموعدين، انت دارسه في امريكا وعارفه. يا صابر حط نفسك مكانها برضه. خليكي في حالك انت، الله يبارك لك، انا حاطط نفسك مكاني بالعافيه. طب عاوزين نسقط بالليل ونروح الدكتور. حس بيا يا صابر. صابر حس بيا بقى يا اخي. ساعه كده ان شاء الله بحس بيك. اشمعنى يعني؟ واخد مسكن مهبطني وسنه الناس. انا لا رايح دكتور ولا هاجي عند دكتور. اللي ربك عايزه هو اللي هيكون. اكلت الكلب اصل دي روح مش يماما هتجيب البندق بتاعها وتيجي. يا ابن عمي جاي معايا ولا هتطلع مع اليماما تجيب البندق؟ حبيب قلبي معايا. بس الحمد لله اللي هو محله. تجيب بوسه ولا ده مش موضوعنا؟ اه مش موضوعنا. كفايه بقى ونركز في شغلنا شويه. حياتي دي اتركني شويه. ايه انت هتسيبني هنا ولا ايه؟ ايه هما يخطزبوك ولا ايه؟ خد بالك عشان الواد ده ممكن يبقى مكمر حاجه هنا. ايوه يا جمال فلاسفر. شفتك النهارده في التي في قاعد في المجلس زي القمر. انت بتروح مطبق ولا ايه؟ قاعد مخمد كده. انت بتقول ايه؟ مخمد عليك لاي جامد كده في قعدتك. طلباتك يا جوجل. ايوه لسه قايل طلبات لحد وزعل. ما تتكلم يا لا عايز ايه؟ شريط اصالك جديد. عايز نصيبي طبعا يا باشا. وانا شاطر وجايب شنطتي معايا. الله واحنا كل شويه نرفع على بعض سلاح ولا ايه؟ دي دبان جميري وقعت في ايدي بالرنج بالغلط يعني. الله ده انجليزي اهو. قلت اجيبها للباشا هديه والنبي قبل الهديه. وانت اولى من زوجتي والذئب زوايف. برافو صابر بتتكلم بجد انجليزي صح. جود بوي. 120,000 جنيه دفهم لحسابي. خليهم 100 يا صابر عشان خاطري. يا دي النيله بقى. طب خلاص ال100 اللي حكم بيهم الراجل ده ضيفهم لحسابي يا عم عشان خاطرك والمصحف. انتوا هتغنوا وتردوا على بعض ولا ايه؟ حسابك كام يا قد؟ واحد. واحد ايه؟ قصدي يقول لك 100,000 يا باشا. 100,000 جنيه. جنيه يا باشا ده من يوم ما عملوه فضه ويا دوبك بيرن. يرضيك صدقني. 100,000 اخضر يا باشا واحنا هنسويهم براحتنا. حق ولا مش حق يا روح؟ حقك طبعا. اهو هو نسي انت خلصت له ايه من مين كمان؟ يمين بالله لو ما خدت حق بالاخضر لاخد البنت دي رهينه. خلاص بقى خد البنت دي رهينه لغايه ما الفلوس ما تجهز. اقعد يلا بلاش هنبكر. وبعدين بقى اقعد. انا اكتب لك شيك ب 50,000 اخضر والباقي هضمه لك على العمليه الجديده. من ايد من عدمها يا غالي؟ العمليه الجديده مقفوله بالضبه والمفتاح. المقفول يتفتح. ارصتها والاب كله بيفك بالصبر. يعني مبارك ويقول امين. كله في البسين بيليل. على جراله. الله في ايه؟ انت تترقعني في الكلام يا عم. لا هرقع لك ولا تسرفلي. شيل ده من ده يرتاح ده عندك وبلاش تتليه. اقعد بس يا صابر. يا عم مهيش يا الراجل بتاعنا برضه واللي يقع منه نلمه احنا. انت شايف كده يعني؟ طبعا. طب اقعد عشان خاطر الراجل الطيب ده اللي اول مره اشوفه. خلينا في المهم يا صابر. العمليه اللي جايه هتتم في مطروح وهناك كل متر ونص كمين وخايف لنلبس الطرح. قصدك البس انا فيها طرحه؟ اول ما تخلص العمليه الجديده فلوسك هتبقى جاهزه على داير الملين. وعد وعد. طيب يا برنس خد بقى مني الكارت الجديد صابر جوجل واللحظه الحقيقيه عشان لو احتجتني ده الايميل. ما انتش غريب برضه. واحد تسمع لي تاخد التاني. ما انت زي الفل اهو. يعني العيب فيا يا دكتور؟ وانت كمان زي الفل. خلاص يبقى العيب في السرير. نجيب اوضه نوم جديده يا لولا. فيا يا دكتور؟ كيمستري. بالبلدي كده الكيمياء بتاعتكم مش راكبه على بعض. يعني لو انت اتجوزت واحده غيرها اكيد هتخلف، ولو انت اتجوزتي واحد غيره هتخلفي طبيعي قوي. وساعتها نكتب الواد باسمك. انا ما اقدرش استغنى عنه. يعني موضوع الخلفه مستحيل بصراحه. الامل ضعيف لكن ما عندناش حل غير الصبر.
وكل حاجه بيد ربنا. ما تاكل يا بنت انت الاصل والباقي حلقه وصل والمصحف. والنبي سيبني في حالي يا صابر. وماله حالك؟ ده احنا في احسن حال. يا والله يا صابر زيك يا صابر، ده انا كنت حبيته حب. صدق بالله لا اله الا الله، انا بحبك اكتر من صابر اللي انت بتدور عليه وما لقيتهوش. طب اسحبي. لا والنبي لا تسحبي. بس يا صابر بقى يا بنت والله الدكتور قال في امل. اما انا جايبك هنا بتضربي كوارع ليه؟ انجزي بقى عشان نحلل اللقمه. يعني انا معايا بقى يا صابر بقيت ارض بر؟ يا لولو كله بايد ربنا، ما بيتعبش غير على الصوم والصلاه، وانت ما شاء الله يعني ما بتقطعهاش. ايه ده؟ فرسان جداد. نحتسبه عند الله شهيد. ده لو بركت عليها ينطفي. والنبي اللي تاخدي دي عشان خاطري. مش عايزه. طب اضربي لك طبق شوربه. لا بس بقى. لهوي. الشاي. من يد من اعدمها. ايه الحلاوه دي؟ وعيدك دي ايه؟ هنفضل كده مضينها مسلسلات تركي ولا في ورقه ما بيننا ولا حتى دبله في ايدي؟ ايه مالك فايره في حوارك كده ليه؟ انت في حد مسخنك عليا يا بت؟ ايوه شيماء اللي جوايا، وقالت لي كمان ان انت ناوي تقلبها خناقه دلوقتي عشان تزوغ مني. هتكتب عليا يا فاروق ولا اشوف حالي انا؟ ده في حد تاني بقى راكب على الخط. سبت وحد واتنين وحياتك. اوبا في ايه يا جماعه؟ صوتكم جايب لاخر الشارع. خش انت جوه اشوفهم انا. يا رؤى الليل دخل، مش وراك شغل ولا ايه؟ يلا روح غير. يلا الواد مضايق في ايه؟ ابن عمك سايق الهبل، وانا بصريح العباره كده بقى جاي لي عريس. اوبا عايزه تدخلي غريب ما بيننا؟ طب افرض طلع شمال يلطنا؟ ده حتى شمال في شمال في شمال ما توديكيش في حياتي، هتجيبك قدام اقول لك نفسي الهاري. دي درسه في امريكا وعارف. عارف يا صابر البت هبه دي زعلانه مني قوي عشان ما خدتش بخاطرها في موتة امها. صابر انت معايا؟ بس عادي هي برضو ما جاتش في موتة امي. صابر انت سامعني ولا لا؟ بس برضو لازم الواحد يكون احسن منه. الله انت مش سامعني خالص يا صابر. تبا لسطحيه سكنت عقول البشر، يا دي النيله السودا يا دي النيله السودا، مش عارفه اتامل مع نفسي لحظه. يا ست الناس طول ما انا قاعد قدامك وباصص لك وبمزاجي مش لازم تسمعني، انت شايفني، انت فاهمني، انت فاهم، وتعاملي مع وش على انه ريش التكييف. وبعدين في كوبايه الشاي اللي انا طالبها وانا حلو كده فين؟ مالك يا راجل؟ هو انا يعني مش عارف افضفض واخد راحتي معاك بكلمتين؟ انا بقى طبعي كده. خلاص اطلع انا بره. قول لي بقى عارف كل اللي انت فيه ده من ايه؟ ايه؟ من الحشيش. شيش كل يوم تصرف 300 400 جنيه، كان زمانك دلوقتي عندك فيلا. يعني انا ما شربتش الحشيش ده، كان زمان عندي فيلا؟ طب انت بتشرب حشيش؟ لا. ما عندكيش فيلا ليه؟ قوم يا بيه فز يا بنت اعمل كوبايه شاي. فيلا كرهتني في الحشيش. تعالى يا غندور. غندور شكله اتسطح. اتفضل الشاي اهو. انت بتعيط؟ ايه بت؟ هو في راجل بيعيط؟ امال مالك؟ شاطر ربي استر في عيني يا حبيبي. طب ثانيه خفت؟ ايه
مبسوط بجد؟ لا انا مش مصدقك، حاسك بتكتب علي. بسم الله ما شاء الله، وكمان قوية الملاحظة. احبك يا ليلى. وانا بنت فيك. انا مش هقف هنا تاني يا ليلى، بقف هنا توجع على قد الطرف. عبدو انت يا بني ادم. ايه سعاده البيه؟ خير انا بني ادم؟ خير يا سعاده البيه؟ عربيتي فين؟ المخابير شاريه عربيتي. ايه ما كانت واقفه هنا؟ ما يمكن يا بيه ولدك الصغير خدها يتفسح بيها شويه. يا بيه الو. ما تقلقش يا باشا، عربيتك في الحفظ والسوق. انت مين يا ستي وعربيتي فين؟ لو بلغت البوليس مش هتشوف عربيتك تاني، وانت عارف بقى اللي بيروح ما بيرجعش. جهز 50,000 جنيه وهتاخد عربيتك في مطروح. فين في مطروح؟ عند القهوة اللي عند السوبر جيت. عند القهوة اللي قدام السوبر جيت. سلام يا باشا. دي آخر عملية يا صابر، أنا عايز أخلف حتة عيل أربيه في النور. ومين قالك إن أنا عايز غير كده؟ يا غالي يا بنت الغالي، حبيب قلب الغالي ابن الغالي. شوية كده يا ست الناس. بقولك ايه؟ بقولك ايه؟ ما تيجي رحلنا ساعة قبل المصلحة دي؟ لا أنا حلي مهدود من امبارح. امبارح ايه بس؟ يا بنت قدامك راجل كامل الرجولة وانتي كاملة الأنوثة، لو ما عملناش حاجة كامل هيزعل. أنا ما أقدرش أزعل كامل. والنبي. أيوة. ولا أنا. يا دي كامل! أعوذ بالله. أنا اتجوزك. طب بذمتك إزاي كنت عاوزاني أتجوزك وأنتي بالمنظر ده؟ لا ده أنا بيبقى ليا منظر أحلى بكتير لما حد بيحاول يستظرف فبيشوف وش التاني. تحب أوريهولك؟ حاسب يا أستاذ. حاسب يا أستاذ. يا نهار أبيض. رجلك هتتكسر تحتك. أشكركم. هي القهوة اللي هنا فين؟ عند الشيخ اللي قاعد هناك. شكراً. خد بالك من نفسك. صبر. شكراً. غزل البنات يا صبر، غزل البنات. تعالى. ها عايز ايه؟ عايزه غزل البنات. هات لنا واحد. الو. الحمد لله على السلامه يا باشا. مين معايا؟ مش مهم مين معاك، المهم انك وصلت بالسلامه. الله، انت شايفني؟ ما تهونش عليا، سيبك تيجي مطروح لوحدك. انا عايزه اغير عقدك. ربنا يحفظك. ها انت جاهز يا باشا؟ جاهز طبعا. طب ارفع ايدك كده بالظرف. طب دقيقة واحدة بس. اهو. ايه ده؟ لا تقلقش، دول تبعي. ايه؟ ايه؟ يا باشا، ادخل اول يمين في اول شمال، هتلاقي ثلاث عربيات في وسطهم عربية متقطعين. دي عربيتك. المستشار عبد الرحمن. معالي الباشا. اتفضل يا باشا. اتفضل. سلام عليكم. الف سلام. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. على وضعك يا جوجل يا ابو التكاتين. لا اله الا الله. في ايه؟ بص جنبك الملك فاروق. ايه ده؟ إنها أيامك ترجع كان الجنيه ب$12، أهو طلقت وركب سوبر جيت. ترجوز عطل بس ليه؟
الله مش حاجه. الله يسامحك يا انجي. قلت ما حدش هيعملها غير صابر جوجل. بص يا غالي، انا بقيت في حضن ليلى، زبط لي ضربات القلب، وانت تقول لي كل متر ونص كمين؟ امال فين المصلحه؟ خد دول دلوقتي والباقي بقى عدي عليا بعد اسبوع كده. عمره ما هيغير سياسته. مش قلنا نصفر العداد؟ لا 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 صابر، انا عايزتك عن جد توثق في مستر السروجي، لانه لما بيوعد بيوفي. انا بقى المره دي نفسي ما يوفيش، اصلها كده هتبقى متعشيه متعشيه. مين هاي المتعشيه؟ امي. بص يا طهرة، انا ما بثقش في حد، والشيطان كان ملاك. العيب مش عليا يا ابن عمي، العيب علينا احنا. احنا بعد كده نغير سياستنا، الدفع قبل الرفع، وقلبك الطيب ده بقى حضنه لي على الرصيف قبل ما تيجي. اهارتي ده بقى اللي موديني في داهيه. قلبه يعني امريكاني. اخلص يا صابر، اسحب وخلي بالك من نفسك. خلي بالي من نفسي؟ ده انا ابويا ما لهاليش. انت شفت لي حلم وحش ولا ايه؟ طب انا ايه بقى؟ ما حدش هيراضيني بقى في الليله دي ولا ايه؟ او النبي، الراجل ده بركه، بدل ما يدعي عليك هيخليك ما تعرفش تعزف على البيانو. انت دارس في امريكا وعارف. ادعي لنا يا صابر. ادعي معانا يا طهرة. يا رب اشوفك هاني شنوده. مين هاني شنوده ده؟ يلا هاني شنوده ده اللي اكتشف عزه ابو عوف وما ابو عوف وسيد ابو عوف. ومين سيد ابو عوف ده كمان؟ سيد ابو عوف ده اللي هو ابن خالد بنت عم ابوك. القرابه اللي بتقلب الشتيمه دي. يا عم ما تقول كده. سلام يا كبرنا. سلام يا جوجي. دولابي جوكته لسه قديمه، ولسه في بالي زيزو هيما، صحابي زمان، وعندي كرامه عليها القيمه، واحلامي في كل مكان. لا صوت بقلص بيتلاشى مع الايام، ولا الاحزان بتتناسى ورا النسيان. الله، والنبي عسل، وانت عسل وشعرك عسل. ايه يا صابر، ده احنا من ايام خطوبتنا ما سمعتش كلام حلو زي ده. ما هو بعيد عنك، بعد الجواز الكلام بيمسخ. كلها يا غندور بنتين وكمان اربع بنات. ما تشك يا فاروق. اشك في اختي بقواطي؟ ما تشك يا صابر. معقوله اشك في مراتي؟ ده كلام. شك انت الهي تتشكى بعيده. لا انا شيماء اللي جوايا شك فيكم من اول رميه. اشك. البسي يا عسل. ايه ده انتوا بتخموا؟ انا مش لعبه معاكم. القرف ده. خف النار شويه يا لولا بخلص. ما كفايه شرب بقى، صدرك هيغلق. ايه؟ صدرك هيغلق؟ على اساس ان عندي حفله الصبح. دي مرات هاني شاكر ما تقولهالوش. ما قلتليش عملت ايه في اللي اتفقنا عليه يا صابر؟ فاروق جاي لقشين اليومين دول وهخليه يكتب عليك. ولا ايه يا روى؟ خالصه بالصلصه يا ابن عمي. هو كلام عيال ولا ايه؟ بس انا بقى عايزه مهر 100,000 جنيه. ليه؟ بص على البحر. ده انا دفري بمنطقه. وبعدين لازم يدفع ويكوع فيه عشان يحس بقيمتي ويحافظ عليا. ماين يا مش خليتيني اصدق. ضفري الواد تحت ايدي، لو فلت مني ما يخصنيش. انت دارسه في امريكا وعارفه اللي تشوفه يا صابر. طبعا. حاضر. طب استاذن بقى يا جماعه عشان عندي مصلحه. خدوا بالكم من غندور بدل ما يطير. نطيت من السور، دخلت من الشباك. ايه الاوفر اللي انت فيه ده؟ ايوه شو بدك مني؟ واحد شو؟ كنت عايز كارت واحد عشان انا نسيت الايميل بتاعي. اي من اين لك هذا؟ هبلغ عنك الاموال العامه يا سفله وهطلع شاهد ملك. يخرب بيتك شو مهضوم. جدا جدا. انت مين قالك؟ انت خويه الملاحظه. تعالي بقى نتساير. انت منين بقى ان شاء الله؟ انا من بيروت. ما شاء الله.
اي بس قلي كثير ما رحت لهنيك. من امتى؟ من ايلول الماضي. ايلول الماضي؟ سبحان الله، هو الانسان ايه غير مجموعه ايلولات، ايلول الماضي وايلول الحاضر. تعالي بقى نايل شويه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ حرانة زيي برضو؟ حبيبي اشتقت لك. طيب انا اهو، ايه رايك؟ اتفضل يا باشا. رعاية الله يا باشا. القهوة اللي فيها عند الشيخ اللي قاعد. يا كوكا يا كوكا يا جوجل كوكا جوجل يا دي البهجة اللي انت بها دي، مقابلني بباريس؟ نورت بيتك يا عسل. ليه داخل على المدام؟ الله الله، مالك رفعت كتابك كده ومعوج عليا؟ انا المفروض ازعل منك قوي. خير ليه يا اخوي؟ عشان ما جتش موتة خالي. خالي خالي ايه صدى الصوت ده يا؟ ما انت عارف ان انا عامل عملية في بقي، وبعدين ده خالي. خلاص يا سيدي، لما خالي يموت ما تجيليش. لا هادي، انا حر. يعني الغلس عايز شلوط في حلق سقف بقه. بقول لك انا ما بحبش الحركة دي. جريها جوجل بقى. وريا بجد وحشتك؟ وحشتيني ايه؟ وحشتيني دي ما تنفعش تعبر عن جوايا. وبعدين بكلمك كتير على الفيس ما بترديش عليا. ومن ساعة ما بعت الصور النار نار نار دي، وانا يا لهوي مش قادر مش قادر بتشحتف. صدقني من ساعة ما شفتها وانا طالب نقلي للمطافي. يا ايه يا عم اللي عملته ده ده ده؟ يا دي انت متعلم الكلام على كبر. ايام بيزي مشغول يعني. مالك قفش ليه يا جوجو؟ اصل السجاد شاحها في السجن، وانا عايز اعرف تشقيطها منين يا جوجو. يا جوجو ما تبصني ببق احسن، وخدم المأمور جدعانه. يلاقيك حيبه مطرح ما هو قاعد، ويخرب بيت زي ما خرب بيوتنا. ده كان المأمور اللي قبل منه كان عسليه، كان برقبته. طب اللي خلص لك المصلحه دي يبقى رفيقي وشقيقي وحليله بق بق بق. يخرب بيت بقك على بقه. مين شغال معاك في الحوار ده يا؟ هقول لك يا جوجو، اللي مدورينها في السجن اتنين، العبد لله والواد علي طفايه لحساب الباشا ده. وانا عايز اعمل موضوع لحسابي لوحدي. جه جه جه. واللقطه ده بيخش بكام؟ نص مليون. مصلحتي بكام؟ 20%. 40%. كتير ما توفيش. طالما شحها في السجن دبلر برايس. انت بتعمل كده ليه يا جوجو؟ منفضك من دماغي. مش للدرجان دي يا جوجو. جوجو سنتكلم اليوم احبائي في الله عن الامانه، الامانه والضمير. والمولى عز وجل يقول في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدق الله العظيم. فهل نحن أحبائي في الله نعمل بهذا التكليف؟ أم لهان عنه الشيطان كما لهان عن العديد من أمور ديننا الحنيف؟ الأمانة، الأمانة ضاعت بالناس. فإياكم والشيطان، إياكم والشيطان، إياكم والشيطان. كان لسه بيجي في سيرتك. إيه يا باشا؟ خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات، عايز مني إيه؟ بغض النظر على اللي بيننا، دماغك دي عجباني. بس مش عجباني، هي اللي جابتني هنا. وبعدين يا باشا أنت مسيبني خطبة الجمعة عشان تقولي دماغك عجباني، هو إيه المطلوب؟ تعرف ايه عن فتح السروجي؟ وده بقى صفه ولا مهنه؟ الهره جابني ولا ايه؟ فتح السروجي عضو مجلس الشعب، ياخد عنده حته فيلا ربنا يدينا ويديه. بس الغريبه بقى ان عنده بيانو محيرني، هموت واعرف لغايه دلوقتي وحاطه ديكور ولا بيلعب عليه. مش قلت لك دماغك عجباني؟ طب الفها لك يا غالي. نسيت اهم معلومه بقى، بس انت مش ملاحظ ان اخر عمليتين انت اللي سلكتهم له؟ وده بقى اعتراف رسمي مني. فتح السروجي محتاجك في العملية الجاية، عنده قطعة آثار عايز يهربها بره، انت عارف بقى دي ثروة قومية ومال عام. وايه اللي مطلوب منه؟ تسلمهولي. ازاي وانا بالزرع؟ هقف جنبك يا باشا. انا اخر واحد وقف جنبي كنا بنشوف مين فينا الاطول، اللي بيقف جنب العباد ربنا. هنفتح لك صفحة جديدة، وصفحة ثوابك دي هتبقى بيضة زي الفل، والثلاث سنين انت لابسهم دول هتعدي منهم غالي. والطلب شريف، حوارك ده يخلص في ثانيه الا ثانيه.
طول ما انت يا باشا في الخدمة العبد الله في الخدمة. بس الزرقة بس جات لي معلومات ان فتح السروجي هيهربك يوم ترحيلك لجلسة الاستئناف. اصيل هنسيبك تهرب. اقصر. انا متعاون. وتفتكر يا باشا لما سلمك السروجي هيسيبني؟ طلباتك ايه؟ لما بقول طلباتك بتزعل. قوله وخلص. شريط اصلك جديد. احنا هنهرج ولا ايه؟ ههرج. انت اللي محتاجني. وبعدين ما يلزمنيش اخرج من السجن. انا لازمني اهرب بره مصر كلها. لو سمحت لو سمحت يا حرام. ماشي. انت مين يا انت؟ انا خيط مقطوع من كتر الشد. ظهري تحول فجأة لجد وسؤال ملهوش في المنطق رد. انا حد اتحول فجأة لسبت قصدي لحد. ماشي خد عفر السيجارة دي. مسك نفسك يا ابني شوية. قول لي ايه حكايتك بقى عشان انا ما بقتش فاهم لك حاجه. كسرت النفس وحشه. اللي قدامك ده ناس خريج جامعه كامبريدج. شايف كامبريدج؟ وخدت منها درجه اكسلانس. اكسلانس لانس لانس لانس. عداني ابن الجذبه صدى الصوت. وقع في طريق انسان سميته صديق. اديته الامانه. الامانه خان الامانه وخد اللي ورايا واللي قدامي. انا اللي عملت في نفسي كده. تصدق انا حبيتك انت. يو لاف مي. وهوقفك تاني على رجليك. انت قلت لي اسمك ايه؟ صابر. شوف يا صابر انا هخليك تعمل احلى مصلحه هنا يا عمو. ده هنا بيحصل احلى مصالح. اهم حاجه تبقى حلال. طبعا حلال. بس المامور الجديد بقى منه ايه؟ خلو سمير. خلو خلو ازاي؟ اخو ماما. ده الانسان الوحيد اللي وقف جنبي في وقت كل الناس كان بتنهش في الاحمي في الستريت الطرقات. تصدق انت وقعت لي من السنة. شوف يا صبر انا هعمل معاك احلى مصلحه. مصلحه بمليون جنيه وهعرقك ب30%. يا عمو كلامك غريب غريب قوي. انا مش فاهم حاجه من الكلام ده. يعني ايه مصلحه وهعرقك؟ مصلحة يعني بيزنس. اوكي وهعرقك يعني هقبلك. يا يا لا عمو سوري ما اقصدش يا يعني موافق بس بالامريكا. شوف يا صابر باختصار احنا عايزين ندخل سجاير جوه السجن هنا. يا اوكي بس انا عارف ان السجاير دي مضرة بالصحة. صح هي فعلا مضرة بالصحة بس حلال. خلاص يا عمو اللي تشوفه اللي تشوفه. جيب مي فايف يا حبيبي. دي وعهد الله. جيب مي فايف كده. تلاقيني مكمرة لك الموبايل في آخر الحل في قلب الرز. رز؟ تسلمي يا غالية. ما بقتش فاهمة دماغي. أنا من ساعة ما حلقولي هنا حتى أنا ما بقتش فاهم دماغي. بقيت رجل فضاء يا ليلى. يا حبيبي يا عم خليك معايا بقى. إيه؟ السروج عارف اللي أنت عندك جلسة يوم الخميس وبيقول لك ما تخافش هو في ظهرك هيهربك علشان كمان عايزك في عملية جديدة. اصيل قول له صبر عارف انك انت قدها ودود واللي ظهر ما بتضربش على بطنه وكمان بلغه ان الحكومه عينها عليه. حصل. والنبي انت غلبان. غلبان؟ انا غلبان قوي يا ليلى. ما تجيبي بوسه بقى ولا ده مش موضوع. ما تلمي ايدك يا راجل احنا قاعدين مستنيك. ايه يا بنت انت وحشاني يا بنت. في ايه يا عم صابر؟ ما تحترم وجودك انا. ايه يا عم انت دي مراتي وانا شريتها. وبعدين بس ده يرجع ولا ايه؟ مش لما انت ترجع. يا رب يا حبيبي. يا رب ارجع عليا. انا بقيت مخلوق فضائي. تفتكر هفضل في المريخ؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت ازاي هتدخل من غير ما تخبط؟ الو يا سياده المأمور. يا خالو. خالو مين يا؟ ده مش انت خالو هتتبرى مني؟ يا خالو اسمع. الو. لا 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 انا زعلان زعلان زعلان. انا زعلان. معقول؟
طب ما انت فكك اهو، امال قامت علينا ليه؟ ولا انت جبت الكلام ده منين؟ مش هقولك، انا زعلان منك، عايز تسيبنا وتروح المطافي. لا المطافي ياح، ما تبصليش كده بقى يا خالو. طب اشير وخالي اللي مشتري يتفرج يا خالو. خالو انت عايز ايه؟ بارنس. تقول عايز ايه؟ بارنس. انا ابتديت اخاف منك. ليه يا لولا؟ جبتني هنا ازاي؟ عملت لهم لطه كبيره هنا خصوصا بعد الزياره الاخيره، جننتني وبعدين مش عارفه اخرج لك، فقلت بقى تجيبني هنا. بالظبط يا لولا، الزنزانه نورت. منوره بنسى يا حبيبي. جد يا لولا، معقوله تحبيني زي الاول بعد ما تحولت انسان فضائي؟ بحبك في كل اشكالك. مش مصدقك هنا. الزنزانه دي هتولع لاعلى من خالص. وداني اقعد يا احلى مفاجاه يا لولا. يا سحر ولا شعوذه؟ امسكي امسكي يا بت. ايه دول؟ 300,000 جنيه. جبتهم منين دول يا صابر؟ ربك يا لولا ما بينساش حد. اسمع يا بت، مسير عقرب الساعه ده هيلف على ساعه، هنبقى في حته تانيه خالص. وانا هخرج بيهم ازاي بقى دول ان شاء الله؟ في ثانيه الا ثانيه، نفس العربيه اللي جابتك هي اللي هتوديكي. يا بنت انت مرات جوجل. عايزك بقى ما تنسيش تعدي على ام رحمه، بجهز بنتها رحمه، والست دي ليها فضل عليا كبير قوي. فضل ايه بقى؟ رضعتني وانا صغير. يا حبيبي طول عمرك اصيل وما تنساش الواجب ابدا. هنعمل ايه بقى؟ الناس لبعضيها. وما تنسيش برضه الله يبارك لك باكو كمان للبت هدى. ليه بقى دي كمان ان شاء الله؟ دي رضعتني وانا كبير. نعم. هنعمل ايه طيب؟ سيد عثمان اتحرك يا ابني. فندم. خالو يا خالو، خالو البضاعة فين؟ في زنزانتك يا عمو. بضاعة بنص مليون جنيه تسيبها في زنزانة؟ أعمل إيه خالو قال لي كده، بس هو قال لي إن السجاير حرام. لا يا حبيبي مش حرام، يا بس مش مستحبة. الحمد لله يا رب. إيه لي بقى عشان رايح استئناف يا رب أخرج. ربنا معك يا صابر، خد بالك إحنا عندنا شغل كتير. صابر سيد علي الطمان. افندم. ابراهيم محمد احمد. افندم. الصلح حسين هيديك مفتاح الكلبش وانت بتركب عربيه الترحيلات، وهو برضو اللي هيفتح لك الترباس لما تيجي تهرب. طول فترة السجن كنت أأمل تجيلي فيزيتور زيارة، يعني سؤال إيه؟ البيانو اللي أنت كل شوية منطرهولي في حتة، مرة في الجنينة ومرة جوه هنا، نظامه إيه؟ أنت بقى بتلعب عليه ولا جابه ديكور؟ لا بلعب عليه. فنان يعني؟ أرتست يعني؟ أنا شغال مع أرتست. خلينا في المهم، أنا عايزك في العملية الجديدة. مش لما نصفر القديمة يا فنان؟ شو يعني نصفر؟ يعني نجيبه أرض بس هو يسلم. مين هو ده اللي يسلم؟ أم. نصفر يا جوجل 10 خضرة أم كده، يبقى فاضل لي 40 أخضر. ما تلم رجليك شوية. طب وأنت إيه اللي مسكتك؟ ماشي يا طهرة. عايزك تظبط يالا، ما تنساش إن أنا اللي مخرجك من السجن. يعني أنت اللي عليك مش أنا.
ومين قال لك بقى ان انا كنت عايز اخرج؟ انا كنت اخلص المصلحه بتاعتك وارجع تاني. صدق بالله انا بطلع مصلحه جوه احسن من بره، وفي الهادي جدا على روقان. ده انت ما حدش يعرف يغلبك يا عم. انا لا عايز اكون غالب ولا مغلوب، انا عايز اقضي المصلحه واطير. ايه المصلحه؟ عروسه مكتوب كتابها عايزين نسطرها ونوصلها لابن الحلال. لمعه ولا مطربه؟ ملعلعه. الدخله امتى؟ يا ريت النهارده قبل بكره. ايه المصلحه؟ حته اثار دهب عايزين نسلكها. الاستلام في الاقصر والتسليم في اسكندريه. وبعدين كده انت فهمتني كويس؟ طبعا كبير. تمام. تمام. الله، انت بتكلم مين يا دين؟ بشاور قرين يا برنس. انا ما قلتلكش ان انا ملبوس. خلينا في المهم. الموبايل ده خط جديد هكلمك عليه في اي وقت، والفلاشه دي عليها فيديو لعروستنا. طب ما عليهاش حاجه الاصاله الجديد؟ ما تقفش، احنا هي ناقصه قفش. لاف 4/4 ساعه لغوريسك ريجوليروفشك ريجوليرو. طب علي 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 علي. ولا ده تاكي ني بولافيروالي كل بروتوكولم تبروتوكاليروال كافينجيرو. طب الخبر ده طلع صحيح؟ تبقى مصيبه سود. خبري مش عارف، مش عارف، بس قلقان. استو ده انسيدنت ني استال بريتندنتم نو سودي. اسيبك انت بقى تقلق لوحدك وقلقانه في اي مكان تاني. سلام. ني كوري تركا تروبكو كوبيل. ليلى انا بخير. لم هدومك انت وشيماء وفاروق عشان هتجوني. مش لما الاول اعرف في ايه يا صابر. هفهمك بعدين. شوفي مين، شوفي مين. حاضر حاضر. مين؟ حكومه. يا لهوي، الحق يا صابر، الحكومه بتدور عليك. في يا باشا، في صابر يا بنت. في السجن يا باشا. خش فتش المكان. ما هو هرب يا روح امك. يا فندم مفيش حد جوه. هاتهم لي على البوكس. والله يا باشا ما اعرف. يلا يا بنت. ياسر بيه، ده ما كانش اتفقنا يا عم. تقلقش يا عم، احنا عاملين الموضوع ده بس عشان يبان انه طبيعي. ساعتين كده وهخرجها لك، وزي ما وعدتك هصفرك ورقك زي الفل. بقول لك ايه يا جوجل، هبعت لك رساله على موبايلك في عنوان، تحفظه كويس قوي وبعدين تمسح الرساله. ماشي يا باشا، يلا صباح فل يا جوجل، مع السلامه. انت هتهرب الواد ده بره مصر؟ اهرب مين يا عم انت؟ ده واد نصاب عليه قضايا اكتر من 15 سنه. Delivery date. When? You are too late and we hurry. ليك حياتي، هن عم يسألوك عن مواد التسليم، بيقول لك انك اتأخرت عليهن كتير، وهن هيك مزعجين منك. التسليم حيكون الأسبوع الجاي. نظام سداد الفلوس ازاي؟ Delivery will be next week. How the money will be? One third of the amount will be paid before delivery and the rest after delivery. حياتي هو رح يدفع لك الثلث هلا قبل التسليم والباقي بعد التسليم. وانا موافق. اوكي. يا صابر. حياتي ليكو، هيدا صابر. ايوه يا صابر. خلي بالك يا باشا انت متراقب. بقول لك يا غالي، احنا مش مركب واحده، ولا انت عايزنا نطلط تخش السجن البسطرحه؟ خلينا في الجد. انت هتستلم العروسه في الاقصر وهتسلمهاني في اسكندريه، والكلام ده هيكون يوم الجمعه، اهم حاجه بعد الصلاه. انت عرفت ازاي ان البوليس بيراقبني؟ جات لي رؤيه، اصل بنام طاهر. نتعايق براح امك. اوبا، ايه الجو الامريكان اللي انت جبنا هنا ليه؟ مزاجي. انت سيب انت على قالك لما يظبط الحجر بس شويه. ولا بقول لك ايه، انا لا هسلم ولا هستلم، انا روح في ايدك. فين ال عف؟ لا كده انت بتدخل ظرف التهريج وغالبا بتقلب بجد. امسك اشرف لي ارجع السجن احسن. هنسميك الاسم اللي انت عايزه يا حبيبي. طلباتك ايه؟ لما اقول طلباتي بتسال. شريط اصاله. اوبا، ده انت معبي. لا انا عايزك تسميني سعيد عشان لما اسافر يقولوا لي هابي.
استغفر الله العظيم منكم اللي ذنبنا عظيم. التسليم امتى يا صابر؟ والله ما انا راضي عليك عشان انا قلت لك هبي وانت قصد تضايقني. التسليم امتى يا هبي؟ هبي ايوه كده كمان يومين هيبقى فين؟ يعني انت ما سمعتش الحكومه بتحب تتاكد ورا مصنع الكراسي اشمعنى؟ عشان ضلمه. خلص يلا. اه مالكش امان عند الهرم الكبير. اشمعنى؟ عشان طويل. بطل وسخنه وخلص. هو اللي قال لي ولعلمك بقى عشان خاطر المحبه اللي ما بيننا العروسه لميع مش متربه. افهم من كده ايه؟ كنت انا فهمت. امسكها ادي الفلاشه اللي عليها العروسه. بس امان عليك ما تمسحش اغاني اصلا اللي عليها. اغسل ايدك. انا ما يهمنيش في الموضوع ده حاجه. انا هغسل ايدي منه وهسلمك السروجي في ايدك دي والعروسه في ايدك دي. بس امان عليك بلغ مصر قولها ابنك صابر بيقول لك كفايه. كفايه عليه قوي كده. كده عليك وعلى عمرك يا شيخ انت وكلب. روجر اقعد تصدمه ادخلها تصنخ قلبي يا جدعان استوت ولا ايه؟ في ايه؟ في ايه صابر؟ حلمت ببغبغان احوال بيعض في هدهد. ده ايه في الخير؟ ابقى اتغطى كويس وندف على شمالك.
صباح الخير. صباح النور. صباح النور. الأنسة شاهناز المهندسة الجديدة ومسؤولة عن إدارة الموقع. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك مستر عمر. تقدر تتكلم يا عادل. بالنسبة لمنتجات مزارعنا في الصعيد ما بقتش منتجاتنا قد طلبات اللي بتطلب مننا، وده يا فندم بسبب قلة مساحة الأرض الصالحة لنظام الزراعة بتاعنا في المناطق المجاورة. طب وده ملوش حل؟ ما نجيب مزارع جديدة. وما أنت بتعمل إيه يا فاروق؟ اعتبره حصل يا مستر عمر. أنا عملت سيرش على مزارع جديدة وحددت بعض الأماكن اللي ممكن نشتري فيها. أمال إيه مشكلة مصانع الدمياط؟ العمال عاملين يضرب ليه؟ 20% من العمال متأمن عليهم صحيا تبع التأمين الصحي الحكومي، و80% مش متأمن عليهم، وهم دول اللي عاملين مشكلة. لا مشكلة ولا حاجة. أمن عليهم تبع مستشفياتنا وعمل لهم خصم 50% على الدواء. ادي الناس تديك. أيوة بس ده هيبقى لود كبير قوي على الشركة. لا ده سوء إدارة. لما تبص في مرايتك يا فاروق أول ما تلمح المعايبك واعلن عنه هيبقى 100 ميزة، لكن لو دريته هيبقى 1,000,000 عيب. لو اتعلمت ده هتختصر وقت كتير ويمكن تنجح بسرعة. أنا لسه عند رأيي. ده هيعمل لود على ميزانية شركتنا، وبعدين في الأول في الآخر دول عمال. مش عبيد يعني. ده بس عشان لسه ما بصيتش في مرايتك يا فاروق. تأمينك على مين؟ أنا آسف يا مستر عمر. طب أنا بلغني إن مناقصة وزارة الإسكان بتاعت الشباب رست علينا، وزي ما أنا شايف كده إن الشقق نازلة على 43 متر. بالظبط يا فندم. والكلام ده مش عاجبني. المساحة تتحول ل 100 متر، إلا بقى لو خفضناها ونزلناها 30 ونعملها مقابر وبالمرة أحجز لكم أنتوا أولى. إزاي يا مستر عمر؟ ده تعاقد مع الوزارة ومش هينفع يتغير فيه. مالكش دعوة بالوزارة، أنا هتصرف معاها. اعمل اللي قلت لك عليه وحاول المساحه ال 100 متر مع الحفاظ على الشوارع والمناور. امرك يا مستر عمر. الوزاره مش هتغير التعاقد، والميزانيه اللي احنا واخدين المناقصه بناء عليها ما تعملش غير 43 متر. ما تقلقش انا اضرب اللي بعمله. ما بحبش اتكلم في البريك بتاعي. انا اسف يا مستر عمر بس انا باصص لبعيد قوي. باصص لبعيد قوي. طب بصصني بقى المكان اللي انت باصص منه. انا شايف ان القرارات اللي انت خدتها النهارده دي لازم تدرس تاني. وبعدين انا كنت فاكر حاجه تانية خالص. كنت فاكر؟ ده في عالم الافتراضي البزنس ما فيهوش فاكر، في متاكد، في كان في ايدي. في حاجه يا مستر عمر؟ ابدا. بمسح لوح الازازه اللي ما بيننا، على الاقل لو مش سامعني تبقى شايفني. بص يا سيدي، كم دي؟ 6. ده بالنسبه لك، لكن بالنسبه لي انا 9. وده اكبر دليل اني من مكانك ممكن تشوف الامور كده، لكن مكان الكرسي اللي قدامك ممكن تشوفها بشكل تاني خالص. عايز تقيم اللي قدامك اقعد على الكرسي بتاعه واتقل، ساعتها هتجاوب على كل اسئلتك من غير ما تسأل، من غير فتش، زي كل مجتمعك بقى يفتي في كل حاجه، في سياسه وفي اعلام وفي رياضه، بقى كله بيفهم في كل حاجه، كله بقى رئيس. شغال معانا هنا؟ انا شادي سوبرفايزر. مش سوبر مان يعني؟ لا بس نصير موظفين من هنا. انسي كام؟ انا اسف والله يا باشا. شش، تاكل انسجام في الاسانسير يا حيوان. ربيع، هو حضرتك تعرف انسجام يا باشا؟ انسجام شارع المحطة ورئيس من الجيزة، كانت أيام زفت. البيتين بكرة على المكتب يا حيوان، اوعى تنسى. بص بقى يا سيادة المدير،
القاعة اللي هيكون فيها الوزراء ورجال الأعمال بقت تحت مسؤوليتنا من دلوقتي، ما يخشهاش حتى عامل نظافة. تحت أمرك يا فندم. عايز من سيادتك كشف بأسماء كل النزلاء وجنسياتهم من تاريخ 7/9 لحد 10/9. كشف موجود في الريسبشن. وعايز بقى قهوة بسرعة جدا. تحت أمرك يا ياسر باشا. شكرا يا باشا. اتفضل يا فندم. اتفضل. مش ملاحظه انك بتشربي كتير قوي بقى نهار وليل؟ ما بقتش فارقه، ما هو نهاري زي ليلي. على فكره الانسان طاقه، وانا بقى طاقتي بقت كده ما تعديش فتله. ابقى بالله. هي ايه الفتله؟ واضح الفلوس ما غيرتكيش، بس غيرتك انت. شعر ابيض يعني؟ اذا كان الزمن بيغير الحيطان مش هيغير البني ادمين؟ وبعدين لو غيرت على الدنيا كلها ما اقدرش اتغير على عشره عمر. ما تستفزنيش يا صابر، انت ما بقتش انت. عشان انت ما بقتش انت. انا اللي لغيت قلبي ومشيت ورا عقلي وبس؟ انا اللي اهملتك وما بقتش شايفه حاجه قدامي غير البيزنس والمشاريع؟ انا يا اخي ده انت حتى مش بتعتبرني مشروع من مشاريعك. ده انت الموظفين بتوعك بيتعاملوا بيتكلموا معاك اكتر مني، وانا اللي مساعدك في كل ده. وبعدين قول لي هنا ايه حكايه المره اللي دايره في ديلك؟ اوه مره وديلك، رجعتي لاصلك. دي السكرتيره، متهيألي احنا مبدرين معاد النكت شويه. كلمني هنا. سندوتشاتك يا حمزه تتاكل كلها، ما يتسابش منها حته تقعد قدام التلفزيون. ايه يا رؤى يا حبيبي؟ فرحان في ايه؟ صابر بياخد قرارات الايام دي غريبه قوي، هيضر بيها نفسه ويضرنا كلنا معاه. صابر بقى على وضعه خلاص، وبعدين هو حر في ماله. كبر دماغك منه. اكبر دماغي؟ اكبر دماغي منه لما انا اكون موظف عنده؟ بس ده ابن عمي، يعني اخويا. احنا مش هنفضل كده، مش علقين فيه طول العمر عشان هو ابن عمك. ما ينفعش، احنا كمان لازم نشوف مصلحتنا يا فاروق، نعمل لنا شغلنا كده على جنب نأمن بيها مستقبلنا ومستقبل ابننا. ما بقاش في حد بيفكر في مستقبل حد، كل واحد بيفكر في مستقبله وبس. بس انا ما اعرفش اعمل اللي انت بتقولي عليه ده. انا لو اعرف بس هو بيفكر في ايه. الفلوس، الفلوس يا فاروق بتغير القلوب وبتقلبها. امال لو قلت لك بقى ليلى بقت بتعاملني ازاي هتقولي؟ الظاهر ان الفلوس ما غيرتش صابر وليلى بس. ازيك عليك يا باشا؟ ازيك يا عمر؟ والله ما صدقت نفسي لما قالوا لي مالك طلبني بالاسم، والله ده كتير. مش قوي كده يا نشارتي، خلينا في المهم. انا بقول كده برضه. انت عارف يا عمر، الحكومه ما عادش ينفع يكون لها حزب، لانها حكومه كل المصريين، بس لازم يكون لها ظهر. عشان كده احنا عايزينك معانا. الموضوع كبير قوي، مش معنى. لا ده انت عملت نجاحات كبيرة قوي، فت البلد والناس، ده علاوة على الناس هم بسم الله ما شاء الله في العالي. والأهم من ده كله انك شخصية مش محروقة. الباشا متضرب ولا ايه؟ امسك الخشب. بص يا باشا، انا راجل طول عمري
بلعب بزنس، السياسة دي مش لعبتي. صدقني الاتنين لعبة واحدة. البزنس من غير سلطة تحميه يبقى مهدد وعلى كف عفريت، والحكومة من غير حزب قوي يحميها تبقى ملطشة اللي رايح واللي جاي. انت محتاج السلطة عشان تحمي البزنس بتاعك، والحكومة محتاجاك عشان تحمي سياستها. فهمت؟ دي أهداف حزبك الجديد يا باشا، لو ما عرفناش نعدلها نظبطها على عقيدها. لا 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 لا، خلاص. وانت كمان زيها. اي انا بجد مش عارفه اشكرك ازاي مدام ليلى على كل اللي انت بتعمليه مع الاولاد دول. حياتهم اتغيرت 180 درجه من ساعه ما شافوكي. انت ما تتصوريش كمان بقى متعلقين بيكي قد ايه. الحاجه الوحيده اللي ممكن تشكريني بيها انك تطلبي مني اي حاجه الاولاد محتاجينها. اصل مدام ليلى ما قلتش لحضرتك نفسها تفرح الاطفال باي طريقه. انت حقيقي مش مخليهم محتاجين اي حاجه، ومع ذلك اوعدك لو احتاجوا اي حاجه هكلمك على طول. ربنا يقدرني واعمل لهم كل اللي بيحلموا بيه. ان شاء الله هشوفك الاسبوع الجاي. ان شاء الله. ليلى اشوفك على خير ان شاء الله. يا ماما ليلى انت ماشيه بدري ليه؟ معلش يا حبيبي انا هرجع لك تاني، بس اوعدك المره الجايه هقعد معاك كتير قوي لحد ما تزهق مني. انا محتاجه لك اكتر من ما محتاجه لحد. باي باي يا ماما ليلى. وريني كده كشف رجال الاعمال المشاركين في المؤتمر. في حاجه يا باشا؟ لحد دلوقتي مفيش، لكن اكيد هيبقى في.
بحبها قوي. يا لولا عيلة عبير. ياسر باشا، انا تحت امرك طبعا في اللي تطلبه، بس افهم ليه؟ وبعدين عمر النشرتي، عمر النشرتي رجل اعمال وطني ومحترم جدا وملفه عندنا ابيض. سيادتك بس طلع لي ملفه وانا احكي لك الحكايه من اولها. خد عندك اسم الواد ده، صابر سيد الطماني، عايز ملفه برضه. ايه يا عمر، بيه الاسعار انتوا بتبيعوا بيها دي يا راجل؟ يا اسعار مش منطقيه بالمره. ايه انتوا بتلاقوا فلوس في الارض ولا ايه يا راجل؟ مش كده جرايه منصور بيه؟ هو في حد بيلاقي الفلوس الايام دي في الارض؟ وبعدين ما انت كنت امبراطور العقارات في مصر وعارف كويس قوي ان الاسعار اللي احنا بنبيع بيها دي بنكسب بيها و100% كمان. دي نعمه يا راجل. بقى بعد ما كنا بنكسب 200 و300% دلوقتي عاوز نكسب 100%؟ طب نجيب مرتبات الموظفين منين؟ والله منصور بيه انا بحمد ربنا ببوس ايدي وشي وظهري راضي بالمكسب ده. احنا مبيعاتنا تقريبا شبه متوقف، وكل ده لصالح شركاتك. اللي بتعمله ده اسمه ضرب تحت الحزام. منصور انا ماليش في الحزام، انت شايف. بص يا منصور، انا مش عايزك تنسى لما كنت بتلبس الكاوتش الابيض بتاع بات ابو 2 جنيه لما كان يصفر منك، كنت بتعلم على بيت تباشير الابيض عشان يرجع جديد اتقل في الناس. اللي بتعمله ده خطر، اسمه خراب بيوت، ومن خاف سلم. الخوف ما بتسهس، بيطرد، وانا طردته من زمان. نورني في البيت يا الله عليك. تشرب حاجه؟ ايه كنت سايب مراتي مع اخواتها البنات؟ بطل يا قدر، معملهاش غير منصور الكلب. انا كل اللي قدرت اعمله اني خدت رقم العربيه. انا كلمت رجالتنا في الداخليه بس الارقام طلعت مضروبه. الو الو ليلى، ما تخافش، مراتك في الحفظ والصون، احنا برضه ولاد بلد ما بنمدش ايدينا على حريق. مين معايا؟ معقول نسيت صوتي؟ يا صابر شفت بقى الصغير مسيره يكبر سروج. ما كنتش احب اقول لك حمد لله على السلامه بالطريقه دي، بس انت مالكش امان. عايز يا سروج؟ عايز حقي. غبي 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 بجد. حقك يا سروجي، التليفون صغير منك كان حقك هيجيلك لغايه عندك. حقك ده ايه؟ ده نقطه فحر. انت بتكلم عمر النشارتي؟ أنا حقي كل اللي معاك يا نشرتي. تحلم؟ يبقى عندي حلم أحلم بيه أحسن من كابوس أخاف منه. أنت كابوس. أنت كده فوتت النازلة. أنا فكرت في كلامك يا سروج دقيقة واحدة، بإيدك زي طفيت السجاير. أنت عارف تمنها بأيام إنك توقفني قدام مراتي وهي مربوطة؟ أنا هزعلك وهزعل وهجيب ناس تزعل. أنت مش هتخرج من هنا على رجليك إلا بعد ما أخد حقي. ميزتك يا سروجي إن أنت بتصدق اللي بتقوله، ودي ميزة مهمة جدا حاول تحافظ عليها. Thank you.
اللي شال الهم من صغره ياسر بيه يشيل اي حاجه. صابر علي الطماني الشهير بصابر جوجل، نصاب محترف، سرق تراث بلده وهرب وباعه بره. عض الايد اللي اتمدت له وشالت عنه بلاوي كتيره، ودلوقتي بقى راجع ايه لابس ثوب رجال العمل الوطنيين اللي بيضحوا بثروتهم ونفسهم عشان خاطر البلد. صح يا صابر؟ عاش عاش يا بطل. تدخين في الجيم؟ تعمل ايه بقى؟ الجيم والاوتيل والمطعم ملك، والملك بيقوي القلب. تعالى اسر بيه، تعالى نشرب فنجان قهوه، هغير ونقعد مع بعض شويه. اسر باشا. يا ياسر بيه، كلمات الاغنيه دي بتمسني قوي قوي من جوه. منور. منورك. جازز انت من جوه مش عارف ليه. يا ابني شغل لنا حاجه لفرانك سيناترا. ولا شغل لك حاجه لصالة؟ ها؟ 10 سنين. عشتهم بره انت في نعيم، وعشت انا هنا في جحيم. الجزاء من جنس العمل. وبعدين يعني لو كنت وقت تحت ايدك انت كنت هتسمع عليا. طب انا عشت 30 سنه في جحيم ومحدش حاسبني عليهم، وغلاوتك عندي ولا حتى كوبايه شاي. طب ما تيجي نتحاسب. طبعا نتحاسب، انت ليك حق عندي. وبعدين انت اول ما الخريف، هو ننسى ان انت كنت سلمه للخير اللي انا فيه دلوقتي؟ وانا ما انساش جميل حد عليا ابدا. ها تاخد حقك بقى سيوله. ولا ناشي؟ لا، حق البلد الاول. تشغلش انت بالك بحق البلد، في غيري نهب البلد وسافر وما رجعش. على الاقل انا لما سافرت كنت سايب طيارتي دايره عشان عارف اني راجع تاني، وكنت متاكد ان انا وانت هنقعد القعده دي. وحشتني. المنطق ده انت اخترعته عشان تخلص من عقده الذنب. ذنب؟ لا سيبك انت من عقده الذنب دي، خليها على جنب. مات. بس انا مش حسيبك. مالكش حاجه عندي. الحرامي بشيلته يا باشا. معقوله؟ هو انت لسه ما ذاكرتش قانون؟ ده كلام. المفروض ان القانون يحمي البلد من اللي زيك. انا بقى عندي بلد جوه البلد تحميني من القانون بتاعك. ما ينفعش يكون بلد جوه البلد. هي بلد واحده بس يا صابر. انا اسف هحرجك. انت مين عشان يقول ينفع وما ينفعش؟ انت حاجه صغيره قوي كده ترس في مكنه كبيره. فلسفة فارغة؟ لا دي مش فلسفة، دي محس حسابات ماني. أنا ما أعرفش غير قانون. قانوني غير قانونك. قانوني بيبني وقانونك بيهد. وبعدين كان فين قانونك 7000 سنة والبلد بتتسرق؟ بقانونك واللي فيها لا طايرين لا أبيض ولا أسود. أنا على الأقل رجعت بدي الناس حقوقهم وبعرفهم إن ليهم حقوق، فبالتالي عليهم واجبات. ياسر بيه اعقل الكلام اللي بتقوله الاول. يا حبيبي ده على اساس انك بتحب البلد؟ بطل شغل التعبين بتاعك ده بقى. انا فعلا تعبان، عرفت ازاي؟ بس سمي مش في لساني، لا سمي في دماغي. ويوم ما فكرت تشتريه لدغك. اما بقى حبي للبلد اكيد بحبها اكتر منك، لان انت بتحبها على الورق بس، لكن انا بحبها عملي. نرجع لمرجوعنا، تاخد حقك سيوله ولا ناشي؟ لا انا هعرف اخده ازاي. انا قلت كده برضه. عايز اقول لك نصيحه يا ياسر بيه، الحياه علمتني ان الدنيا دي عامله زي المطار، كل واحد فينا ليه رحلته، فخليك في رحلتك احسن. رحلتنا واحده. طب خلاص ما تقعدش جنبي بقى عشان انا بقى اشعر. ياسر باشا! اوعى تفتكر ان انت الافضل. لا، احنا الاثنين مالناش صحاب. انت مالكش عزيز وانا مالقتش عزيز،
وبعدين انا اكتر حاجه تضايقني في الدنيا دي لما اكلم حد ويسيبني ويمشي، لان ده لا في البروتوكول ولا في الشياكه، وبيزعلني قوي قوي. عايزك بقى توسع صدرك الفتره اللي جايه، هتستحمل مني كتير يا صابر، وخلي بالك من نفسك. طب ممكن تتفضلوا بعد اذنك يا مصطفى. تفضل. اهلا اهلا. وانا اقول المكتب نور كده ليه؟ حياتي كيفك؟ ازيك؟ اشتقت لي؟ انا برتاح جدا وانا بتكلم معاك، هاجي لك في اقرب وقت. اوكي تمام. ماشي باي. حبيبي كان بيتكلم مع مين؟ دي شيماء كانت بتطمن عليا، ما تكلمناش من ساعة اللي حصل. هي كويسة؟ اه كويسة. انا قررت اسافر. نعم يعني؟ انا قررت اسافر اوروبا طالما انا مش عايشة بأمان هنا وانت مش فاضيلي. بس الكلام ده لما اكون عايشة مع هبة مش عايشة مع راجل. وانت بتسمي دي عيشة؟ ده احنا بنتقابل بالصدفة يا راجل. وانت ايه بقى اللي مش عاجبك في العيشة؟ مش ده اللي كنت بتتمنيه؟ فلوس، عربيات، وقصور. انا لا عايزة فلوس ولا عربيات ولا قصور. وده معناه ايه بقى يعني؟ معناه ان انا خلاص خدت القرار، وكل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. لا، انت هتنام على الجنب اللي يريحني انا بس. علاطي فوق. مرحلة ايه؟ بقول سعادتك نصاب. نصاب من وجهة نظرك انت، لكن من وجهة نظر الناس ده راجل اعمال وطني وشريف. لو طلعنا بكره وقلنا ان الراجل ده نصاب، الناس هتصدقنا؟ هيعتبروها حمل التشويه وشعبيته هتكبر. ده غير ثقه الناس فينا اللي احنا بنحاول نرجعها تاني. بتهيألي سعادتك ثقه الناس دي ممكن نكسبها لما نقدم الفاسدين واصحاب المصالح للعداله. الإصابة بسيطة خالص وهيخرج كمان يومين. الحمد لله يا رب. الحمد لله. من فضلك بس خمس دقايق يعني ما تكترش. دقيقة. اتفضل. ياسو ألف سلام عليك يا حبيبي، قلقتني. قلقتني يا ياسو. معقولة صدرك ورجليك؟ أنا آسف، أنا آسف. سلامتك حبيبي. جاي تطمن عليا ولا تطمن على نفسك؟ ما تقلقش لسه عايش، بس هو حياة أمك زي ما خرجتك من السجن هرجعك لي تاني. ياسر باشا أنا ماليش في اللعبة القذرة، الدنيا علمتني إن عصاية العز هوش بيها ما كسرهاش. محدش له مصلحة يخلص مني غيرك. يا باشا أنت حبايبك كتير قوي. تفتكر بقى إني ممكن أصدقك؟ ومين قالك أصلا إن أنا عايزك تصدقني؟ انت صعبان عليا. ما صعبش عليك غالي، احنا لسه في اول جوله وانا لسه بقول ادي الكلام ده.
قديم قوي يا ياسو. يا اخي انت ما زهقتش؟ ما تدور على المصلحه، اللقمه، المام. انا عندي قريه سياحيه بتشتغل حلو قوي، وعايز رجل امن من حديد زي كده ومرتب خيالي، وانا يا سيدي هتجاوز عن الاصابه. انا اسف يا اخي، اعمل ايه؟ رجليك ناحيتي. وبعدين لو ما اتعلمتش من اللي فات، اللي جاي هيعلم عليك. وادي شيك، اعمل قرشين للعيال. كنت متاكد انك هتعمل جو عزه نفسي منعاني. صدق اللي قال ان الكلب اوفى من البني ادم، عشان احنا بقينا في زمن الخيانه وجهه نظر. صح يا روكي؟ هو مين يعرف غيرنا؟ الحكايه اللي بيني وبين ياسر وسخن بيننا دلوقتي. يسخن ايه؟ ده كان عايز يخلص منه. هو اللي عايز يخلص من حد يضربه في رجليه، خصوصا لو كانت المسافة بينهم 3 متر. اللي عمل الحركة دي خاين رخيص. بس أبوي قال لي الخاين هو ده اللي تحب له الخير ويحب لك الشر. إنما عمي بقى رد عليه وقال له اللي هو أبوك، الخاين ده اللي اتكلم في ظهرك. شفت تمام الخاين أيامهم كان إيه؟ غلبان. انما ايامنا احنا الخير هو اقرب واحد منك وابعد واحد عن خيالك. سقف سقف. شوف لي معاك كده 200 جنيه. الحوار ده ما يخصكش، بس لما اقول لك سقف يبقى سقف. باي باي يا حبيبتي. عن عمر النشرتي. زي ما حضرتك عارف يعني احنا قناه بتحترم جمهورها جدا، وما ينفعش كده انشر اي حاجه من غير ما يكون معايا ادله تحت ايدي. اولا سعادتك ما اسموش عمر نشرتي، اسمه صابر سيد علي الطماني. ثانيا بقى انا اعرف كل حاجه عنه من يوم ما امه ولدته لحد النهارده. الوحيد اللي ما ينفعش تديله فرصه تانيه، وما توقفش حياتك على حد. ساعات كتير بنكتشف ان البدائل افضل بكتير من الحاجات اللي تربعت على عرش الاولويات. ارجو تكون فاهمني، دي موافقه وزاره الاسكان على ارض الواحات. ابتدي مشروعك. ما تقلقش، احنا ابتدينا حمله الدعايه ومضينا عقود كمان، واخدين مقدمات بحوالي 150 مليون جنيه. طب كويس.
وبعدين حكاية دقنك دي عايزك تخفها شوية. أنا عمري ما فكرت أخونك، لأنك أبويا وأخويا وأمي، وده أنا إحنا لسه ما شفتهوش. زي ما عمري ما هيأس إني أجيب لك ولد حاضن دمي ودمك. والله أنت ليه دمك حاضن دمي يا ليلى؟ إحنا في نعمة، وما دام وافقت ترضي ارضي رضا كامل. الدنيا دي غريبة أوي يا ليلى، تعبتني زي ما تعباكي. عايزة تعلمني كل حاجة وعكسها. علمتني زمان إن كل حاجة بالفلوس، ودلوقتي جاية تعلمني عكسها. علمتني إن نص فكرة ونص كتاب ونص طريق ما وصلوش لحاجة، زي ما علمتني إن أنا إنسان مش نص، وبرضو جاية تعلمني عكسها. قلت إنك مش كامل، مش كامل لإني مش قادر أجيب ولد منك منصوري ولا انتي، والحل ان احنا نفترق، وده مستحيل. وبعدين الطمع ده، حد يطول بنت بيضه حلوه زي الورده، حتى ورده ويطلب تاني كتير قوي يا ليلى، كتير. صح صح. اصبري معايا يا ليلى، اصبري. رجلي وجعتني قوي يا ليلى. نص ليا وتقسم لي ونصي انتي.
صبر مني بنظرة واحدة منك انتي هنسى همي. كلمة بحبك مش كفاية عليكي انتي. صابر وهصبر ونخلص الصبر مني بنظرة واحدة منك انتي هنسى همي. كلمة بحبك مش كفاية عليكي انتي. يا احلى وردة كده. يا فاروق انت عندك كل تفاصيل عملية السرج الأخيرة، عايز أشوفه في السجن. خير يا فاروق؟ مالك؟ خبر مش كويس. خير؟ ياسر الظابط هيعمل حلقة في التلفزيون وهيتكلم فيها عنك، والإعلانات مالية الشوارع والنت. أنت غلبان قوي يا فاروق. روح أنت وأنا هتصرف. طيب فهمني بس. يلا يلا. صورة من شرب. عشان عم نفذ أوامرك. لا أعمل هيك عشان بحبك. بس 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 خلاص. والامتى؟ والله الامتى دي ما اعرفش، انما ليه تقدر تسال فيها منصور بيه المنشاوي؟ هو اللي امر بكده. طب يا باشا انا هتصرف. شكرا يا باشا. اتفضل 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 فندم. اتفضل اتفضل. مع السلامه. ايه ده؟ في ايه؟ هو مش منصور المنشاوي ده اللي كان عايز الحلقه تذاع عشان صبري يتفضح؟ ايه اللي جد يعني؟ واضح ان البلد دي بقى فيها مليون عمر نشرتي. جيت احارب تعبان بحاوي. السيد المستشار النائب العام محامي الشعب، بعد التحية، اليوم نحن بصدد قضية غير كل القضايا، هي أعظم وأخبث من غيرها. إنها قضية فساد وإفساد من الدرجة الأولى، قام مرتكبها بتسويق نفسه إلى الرأي العام على أنه الفارس المخلص والبطل المغوار الذي سيدخل برثان الشر فيفنيها من أجل تحقيق أحلام المواطن البسيط في أن يحيا حياة كريمة هادئة. فالتف الجميع حوله وجعلوه تاجاً على رؤوسهم ووافقوا ودعموا وصفقوا له، وأصبح يكبر كل يوم أضعافاً مضاعفة حتى بات يتحكم في أقواتهم ويتملك مشاعرهم وعقولهم، وامتدت يده الآثمة إلى كل موقع مؤثر في هرم السلطة حتى أصبح له رجالاته وعملاؤه.
الذين يخدمون طموحاته العفنة. فكل يوم يمر دون مقاومة ذلك السوس الذي ينخر في عماد الوطن سيكون سبباً في انكسار إرادة أمة وانحنائها أمام رؤوس أموال طاغية جاحدة لا تعرف إلا لغة الأرباح والمكاسب، حتى لو جاءت على جثة هذا الوطن. عارف إن النائب العام عمل لك ضبط وإحضار، أنا مش عايزك تقلق خالص. بالنسبة لك دلوقتي جوه أمن من بره كتير، لحد ما نشوف هنطلعك إزاي يا صابر. أنا اسمي عمر النشارتي يا باشا. ماشي يا عمر يا النشارتي.